بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الثالث المتوسط، سنتكلم معكم اليوم عن الكهرومغناطيسية، وهي الوحدة السادسة، الفصل الثاني عشر. وسنتكلم اليوم عن درس الخصائص العامة للمغناطيس. المغناطيس الطبيعي هو جزء من معدن المغناطيت. البوصلة أداة تتكون من إبرة مغناطيسية تتحرك بحرية، والهدف من البوصلة أو وظيفتها هو تحديد الاتجاهات. عندنا هنا يا شباب أمامك أنواع مختلفة من المغانط: مغناطيس على شكل حرف يو، مغناطيس مستقيم، والمغناطيس له قطبان، قطب شمالي وقطب جنوبي. وهذه بوصلة. الخصائص العامة للمغناطيس: للمغناطيس قطبان، قطب شمالي وقطب جنوبي. تتنافر الأقطاب المغناطيسية المتشابهة وتتجاذب الأقطاب المغناطيسية المختلفة. فاحنا شايفين قدامنا يا شباب القطب الجنوبي مع القطب الجنوبي يحدث بينهما تنافر، قطبان جنوبيان متشابهان يتنافران. هذا قطب شمالي، هذا قطب شمالي، عندما يقتربان يحدث بينهما تنافر، قطبان شماليان متشابهان يتنافران. أما هذا القطب قطب جنوبي وهذا القطب قطب شمالي، إذا اقتربا من بعضهما القطبان مختلفان جنوبي مع شمالي فيحدث بينهما تجاذب، قطبان مختلفان يتجاذبان. إذن يا شباب يتنافر القطبان المغناطيسيان الشماليان ويتنافر القطبان المغناطيسيان الجنوبيان. أما القطب الشمالي للمغناطيس يتجاذب مع القطب الجنوبي لمغناطيس آخر. عندنا هنا يا شباب أمامنا أيضا الخصائص العامة للمغناطيس: كل مغناطيس يحاط بمجال مغناطيسي يؤثر في المغانط الأخرى. لاحظ هذا هو شكل المجال المغناطيسي أو شكل خطوط المجال المغناطيسي الناشئة عن قطبان متشابهان، أي أننا إذا اقترب قطب إن مع قطب إن، أي جنوبي مع جنوبي أو شمالي مع شمالي أو شمالي مع جنوبي، عند اقتراب إن مع إن يكون هذا هو شكل خطوط المجال المغناطيسي. نلاحظ أيضا أن التنافر يظهر في خطوط المجال المغناطيسي. الخطوط من المفروض أن الخطوط تخرج مستقيمة، ولكن الخطوط تتنافر مع بعضها، الخط هذا يتنافر مع الخط هذا والخط هذا يتنافر مع الخط هذا. ايه السبب ان موجود هنا فجوة؟ لان القطبان متشابهان ان مع ان. وايضا نفس الشكل اذا اس مع اس، يعني جنوبي مع جنوبي او شمالي مع شمالي. اما اذا اقترب ان مع اس، يعني شمالي مع جنوبي، يحدث تجاذب بين القطبين وأيضا بين خطوط المجال المغناطيسي، والخطوط دائما تخرج من الشمالي وتتجه إلى الجنوبي. خطوط المجال المغناطيسي دائما تبدو خارجة من الشمالي إلى الجنوبي،
يحدث بينهما تجاذب. فيظهر التجاذب والتنافر من خلال خطوط المجال المغناطيسي أيضا. هنا يا شباب أيضا من الخصائص العامة للمغناطيس، يحاط المغناطيس بمجال مغناطيسي يؤثر في المغانط الأخرى. وهنا يا شباب إن مع إس يعني شمالي مع جنوبي، نلاحظ أن الخطوط تخرج من الشمالي متجهة إلى الجنوبي وهكذا، تبدو أنها خارجة من الإن إلى الإس. تتجه خطوط المجال المغناطيسي من القطب الشمالي وتنتهي في القطب الجنوبي، ويحيط بالمجال المغناطيسي خطوط مجال كما ترون. والخطوط التي أمامنا أو شكل الخطوط، هذا مغناطيس له قطب جنوبي وقطب شمالي، فهو مغناطيس دائم. والشكل اللي أمامنا هو شكل خطوط المجال المغناطيسي الناتج عن المغناطيس الدائم. لاحظ يا شباب هنا أيضا مغناطيس إن إس، يجذب المغناطيس المشابك الورقية بحيث كل مشبك يتكون إذا اقترب المغناطيس من المشبك الورقي يصبح المشبك الورقي مغناطيس أيضا. إس للمغناطيس يتكون إن للمشبك، يعني طرف المشبك القريب من الإس الجنوبي سيكون شمالي، والأعلى هنا للمشبك الثاني يكون أيضا شمالي، والثالث شمالي. عند اقتراب المغناطيس من مشابك الورق المشابك تتمغنط وتصبح مغانط، ويعاد ترتيب اتجاه مجالها أو الذرات داخل المشبك بحيث تكون مغناطيس، وبحيث يتكون قطب للمشبك مخالف لقطب المغناطيس، بمعنى أن المغناطيس هذا إن وهذا إس، فالمشبك يكون هذا الطرف إن وهذا الطرف إس، وهذا الطرف إن وهذا الطرف إس. لاحظ يا شباب هذا قطب شمالي وهذا قطب جنوبي. عند تقريب مغناطيس قوي من قطعة حديد تترتب مناطقها المغناطيسية وتنتج مجالا مغناطيسيا موحدا، هيظهر في الصورة التالية. فيمكن لبعض المعادن أن تصبح مغانط مؤقتة ولكن لا تكون مغانط دائمة. المعادن إذا حدث لها مغنطة تصبح مغانط مؤقتة. لاحظ هذه قطعة من الحديد، إذا قربنا منها قطب شمالي لمغناطيس يحدث إعادة ترتيب الذرات، كل قطعة أو كل جزء مناطق المعدن يتكون من مناطق، كل منطقة تتكون من قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي، وتأخذ في الترتيب بحيث يكون القطب المواجه للقطب الخارجي يكون مخالف، يعني قطب المغناطيس الذي تم تقريبه من المعدن هو القطب الشمالي، فكل منطقة يكون المواجه للقطب الشمالي الخارجي جنوبي، هذه المنطقة أو هذا القطب جنوبي شمالي، هذا القطب جنوبي شمالي. ليه ده جنوبي وليه ده شمالي؟ لأن القطب الخارجي شمالي. كل المناطق تترتب بحيث يكون القطب المواجه للقطب الخارجي مخالف له. وعند إبعاد هذا القطب
مسافة أو وقت كبير يفقد المعدن مغناطيته أو مغناطيسيته، لأن المغناطة فيه أو المغناطيسية فيه تكون مؤقتة. عند تقريب مغناطيس قوي من قطعة حديد تترتب مناطقها المغناطيسية وتنتج مجالا مغناطيسيا موحدا. هذه المنطقة أو هذه القطعة الحديدية هي أصبحت مغناطيس ونتج عنها مجال مغناطيسي موحد، قطبه الجنوبي ناحية اليمين وقطبه الشمالي ناحية اليسار. الأرض يا شباب لها مجال مغناطيسي يشبه مجال قضيب مغناطيسي دائم. الأرض كأنها مغناطيس كبير ولها مجال مغناطيسي يشبه المجال المغناطيسي للقضيب المغناطيسي الدائم، حيث تتحرك أقطاب الأرض المغناطيسية ببطء وتتغير أماكنها من حين لآخر، وهي الآن قريبة من الأقطاب الجغرافية للأرض. لاحظ يا شباب، لو هذه الأرض الأعلى هو القطب الشمالي الحقيقي، الأسفل هو القطب الجنوبي الحقيقي. للأرض مجال مغناطيسي مشابه للمجال المتكون حول قضيب مغناطيسي، وتستخدم البوصلة في تحديد الأقطاب المغناطيسية للأرض.